وبداية فقراتنا رشا رح نحكي عن موضوع كتير مهم وأخذ أكيد بالفترة والسنوات الماضية أهمية كتير كبيرة ورعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. عقد منذ أيام المؤتمر العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تم مناقشة عدة مواضيع مثل الاحتياجات والدعم والفروق الفردية. أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. بصرنا أكيد نرحب باستشارية الطفولة المبكرة رنا أيوب ورنا محمد علي، مديرة مركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا بحضرتكم. رينا خلينا هيك نبلش معك، نحكي عن المؤتمر، كيف كانت المشاركة وكان لكم مشاركة عبر الإنترنت في الجزائر؟ يسعد صباحكم. كنا مدعوين من قبل مدربة اسمها كواشي، هي مسؤولة عن وزارة التعليم عندهم ومسؤولة عن ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى نهج مونتسوري. كان في عدد كتير كبير من كل أنحاء العالم بنهج مونتسوري أو صعوبات تعلم أو توحد أو تعديل سلوك. كان معنا دكاترة كتير لهم اسمهم لامع، عملوا مساهمة كتير كبيرة بهذا المؤتمر. شاركنا عن طريق الانترنت بسبب ظروف السفر يلي حاليا ما كانت تصح لنا، لكن مع الأيام إن شاء الله بده يكون في فعاليات وسفر لهذه الأماكن. كان في استقبال وتأهيل كتير من الأهالي. حسب البرامج اللي محطوطة كان في كتير نتائج إيجابية للأطفال اللي كانت مساهمة معنا. نحن دائما بنقول هذول الأطفال عندهم قوة خارقة، هني إكس مان، هني عندهم يعني معافاة بأماكن معينة. فطرتهم وموهبتهم بالفطرة بتمتلك كتير قدرة خارج الوعي الجمعي اللي نحن معتادين عليه، فهني بدهم طرق وأساليب خاصة لحتى نحن نقدر نمشي فيهم ضمن القاعة الصفية أو خارج القاعة الصفية، نحد من هذا الاضطراب إذا كان في اضطراب بالجهاز العصبي اللي بيؤدي لمشاكل سلوكية لها علاقة بالصعوبات أو تعديل السلوك أو الانتباه، أو الخلل بالجهاز العصبي إذا كان متلازمة داون وتوحد، طبعا ضمن برامج مدروسة حسب علماء وضعت هاي البرامج وأثبتت وجودها ومنهجيتها العالمية. نعم. سترنا لما بنحكي عن مراكز تأهيل ولما بنحكي عن برامج متطورة للتعامل مع ذوي الاحتياجات وذوي الهمم، إذا بدنا نقول مثل ما تفضلت سترنا اليوم، خلينا نحكي كيف اليوم بيتم التعامل من خلال مركزكم، شو هي الأساليب المتطورة يلي دائما بتلجأوا لحتى تتبعوها بالتعامل مع؟ يسعد صباحكم. صباح الخير. نحن بمركزنا بنعتمد على آلية الدعم النفسي أول شيء للأهالي، بعدين للأطفال. نحن بنشتغل بخطة عمل تعاونية بيننا وبين الأهل لحتى نحن نقدر نساعد هاي الأطفال لتندمج بالمجتمع وتكون عضو فعال بالمجتمع. نعم. فنحن بنشتغل على نقاط اللي نحن بنقدر نشوفه عندهم إيجابية وهن قادرين إنه يشتغلوا فيها، منطورها ومنساعدهم لحتى هن يوصلوا لشيء هن حابين يكونوا بالمجتمع، ومنساعد على إنه نمنع عنهم التنمر أو الشيء السلبي اللي هن عم يتعرضوا له بالمجتمع، سواء من قبل المجتمع ولا من قبل الأهالي ولا من قبل المدرسة. نحن دائما بنحط خطط عمل لحتى نساعدهم لحتى نتفادى هاي الأمور ونكون نوصل معهم لشيء هن حابين يوصلوا إليه. رينا خلينا هيك نرجع شوي نوسع بالمواضيع اللي تم تداولها ضمن المؤتمر، عن شو أكثر شيء ركزتوا وشو هنن اليوم الأطفال بشو بحاجة لأكثر شيء؟ ركزنا على الأهداف العامة، نحن بس نجيب هاي الأطفال أو تجي هاي الأطفال لعنا، شو الهدف العام اللي نحن ممكن نحن نمشي مع الطفل ومع أهالي الطفل. ركزنا كثير على دراسة الخطة الفردية لأنه هي حالة متفردة، هي أبدا ما أنا حالة جمعية. حتى لو كانوا في طفلين متشابهين طبيا بنفس الحالة، لكن كل طريقة بتختلف عن طريقة الأخرى حسب الطفل، حسب مزاجيته، حسب وعيه. ركزنا كثير على أنه نشتغل على حواس الطفل، لأنه أحيانا نحن بنظلم أطفالنا لبعد عمر معين، نحن ما بنكتشف أنه هو ما عنده وعي صوتي أو وعي سمعي أو وعي شمي. هاي الأشياء اللي نحن نكتشفها عن طريق ركن الحياة الحسية بنهج مونتسوري. ركزنا على الآلية التفاعل وفهم الأهالي لهي الخطط يلي نحن عم نعملها مع الطفل، ونكون قدرانين نواجه المجتمع بقوة وبتأكيد تثبيت الذات لهذا الطفل، لأنه هذا الطفل بالنهاية هو طفل خارق عنده إمكانيات غير محدودة، هو خارج عن نطاق التفكير
النمطي للأطفال العاديين كأقران ممكن ما يكون متواصل معنا بصريا، ممكن ما يكون متواصل معنا حركيا، لكن هاي الأطفال في إلى طرق، في إلى برامج عالمية عم نمشي عليها لحتى تثبت وجود هذا الطفل بهذا الزمن يلي نحن وصلنا له. وحاليا في اطفال، في عندنا اطفال، في عندنا نسب عاليه بين كل ثلاث اطفال عم بيكون عندنا تقريبا طفلين عم بيعانوا من مشاكل سلوكيه بغض النظر هي المشاكل كانت من اضطراب او من خلل. دائما عم نحكي عم ننشر وعي جمعي لموضوع الايباد والتاب انه هو ما هو المسبب لكن هو اللي بزيد من تاثير هاي الحاله اذا كان في اطفال عندنا في عندهم هاي المشاكل السلوكيه. سترنا وضحتي قديش مهم نحن بالبدايه نبدا مع الاهل قبل ما نتوجه للاطفال، بعد هيك بتشوفي انه في حاله يمكن رفض من قبل الاهالي للاعتراف يمكن باي مشكله مهما كانت بسيطه عند اطفالهم، كيف بيتم نشر الوعي بين الاهالي لحتى يمكن تكون العمليه تكامليه بين الاهل وبين مركزكم لحتى نحن نطلع بنتيجه ايجابيه ونطور من الحاله مو نرجع فيها لورا؟ أكيد نحن ضمن المركز في عنا شيء اسمه اختبارات ولقاء مع الأهل. نحن بنحاول نخلي الأم أول شيء إن هي تتقبل إنه هذا الطفل تتقبله مثل ما هو وما تسمح لحدا يتنمر عليه وهي ما تتنمر عليه، يعني إنه هي لازم تساعد هذا الطفل لحتى هو يطلع الطاقة اللي جواته، هو عنده طاقات كامنة ورائعة بصراحة. فنحن متى ما ساعدنا الأم إن هي تتقبله فنحن أكيد المجتمع هون رح يتقبلوا معها. بنبدأ من الأهل يتقبلوا طفلهم، بعدين بنحاول إنه أي أهل مثلاً نحن نربي أطفالنا على إنه يتقبلوا الطفل من ذوي الاحتياجات، لا على إنه هو مثلنا مثله بس رب العالمين إنه ميزه بشيء عن الطفل الطبيعي. فهذا الشيء يعني نحن عم نشتغل عليه. اليوم اعتراف الأهل خلينا نقول بالمشكله الموجودة. تقبل مو اعتراف، مو تقبل. دائما من الامومه من يعني من العاطفه ومن امومتها بترفض هذا الواقع. خلينا نرجع شوي لعندك رينا، نحكي اليوم عن طريقه التاهيل. اكيد اليوم ضمن المؤتمر كان في تبادل خبرات ويمكن افدتوا واستفدتوا تاثرتوا واثرتوا، هل نحكي اليوم شو اهم النقاط اللي استندتوا عليها بموضوع التاهيل؟ في برامج عطونا وسائل، ساهمنا لبعضنا بوسائل وادوات كانت متاحه لكننا منسيه شوي. كان في تطور بالادوات والوسائل اللي نحن ممكن نساهم فيها للاهالي كذوي احتياجات او كطفل. اكثر البرامج العلميه او البرامج اللي ساهمنا فيها وكان في لها اثر وصدى كثير كبير لساتها باول الطريق واول الخطى هو برنامج الاكسس بارز يلي عم نشتغل فيه على تشغيل مسارات الوعي عند الطفل. بلشنا نطبق هاي الاليه على الاطفال اللي عم بيعانوا بمشاكل سلوكيه من صعوبات او توحد او نطق او تركيز، عم نلاقي نتائج كثير حلوه، عم نلاقي اول نتيجه خلال جلسه اولى او ثانيه عم نكتشفها هو التركيز، عم بلش الطفل عنده اكثر تركيز، بلش الطفل عنده اكثر ادراك للمعلومات اللي نحن عم نقدر نقدم له اياها عن طريق تشغيل الايدي. اكيد لانه هو ما بيقدر يتقمل هيك بشكل مبسط عن هذا البرنامج. تمام، برنامج الاكسس بارز هو برنامج بفيد الكبار والصغار لكنه هو برنامج كثير عم يعطي فعاليه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه عن طريق نقاط، 16 نقطه بالقسم الايمن 16 نقطه بالقسم الايسر، بطريقه طاقاتنا الكامله بايدينا بنلامس راس الطفل بوضعيه معينه على سرير او اذا كان قاعد. هي تشغيل المسارات مجرد ما نحن لامسنا اصابعنا بنقاط معينه يعني بالرأس بصير في تشغيل لمسارات الوعي، بتحرر من كل الأشياء المرتبطة بالوعي لحتى تفوت المعلومة باللاوعي ويصير في عنده استرخاء وهدوء. تقريبا جلسة بتضل من 3/4 ساعة أو نص ساعة حسب مزاجية الطفل إذا قدر يستمر معنا. بده بين 5 إلى 10 جلسات لكن عم تكون نتائجها كتير حلوة وكتير باهرة، عم تعطينا أول نتيجة والخطة الأولى هي التركيز. مجرد ما الطفل هذا صار قدران يركز معي يتواصل معي بصريا وإدراكيا فأنا بقدر سهل له أي معلومة بدي أقدم له إياها. نعم، لما بنحكي عن هي البرامج المتطورة ولما بنحكي عن هي الجلسات العلاجية قد ايه ممكن تستفيدوا مع هي المؤتمرات من مخرج، شو بتطلع من مخرجات حتى تطبقوها على أرض الواقع وفعلا تشوفوا النتائج كيف تنعكس على الأطفال؟ كل فترة نحن بنعمل اختبار للطفل تقريبا مدته من 4 شهور ل6 شهور. نحن بنعتمد هاي الاختبارات نحن نشوف درجة التقدم اللي هي عم تقدمها هذا الطفل وشو الشيء الجديد اللي عنده، وبنشوف شو المهارات اللي عنده نحن ومننمي له اياها عشان مع الايام هو يوصل لمرحلة انه يندمج فيها بالمجتمع ويخدم نفسه وما يكون معتاز حدا يعني ثاني.
فنحن كل فترة بنعمل اختبار مع الأهالي حتى الأهل نحن نشوف كمان الأهل شو شافوا شيء جديد، شو تغير بالحالة عندهم، شو شافوا تقدم بهاي الحالة، شو الشيء اللي أنجزه الطفل جديد، شو الشيء اللي وصل إله الطفل، نحن فعلا عم نتقدم بهاي الحالة ولا نحن يعني برامج ما عم تفيدنا. نحن كتير عم نستفيد من برامج اللي قدمت لنا اياها الان سيرينا، كمان دربتنا على استعمال هاي الوسائل بخطط عملنا وبشغلنا، كتير لقينا نتيجة ممتازة وباهرة بصراحة، وشي ملموس دائما هو عم يعطي نتيجة اكبر من انه شغل الالقاء. تمام رينا، خلينا نرجع شوي للمواضيع ولكن خلينا نركز على موضوع الجهاز العصبي. شو هي اهم النقاط اللي تم التركيز عليها من موضوع الجهاز العصبي؟ تماما، موضوع الجهاز العصبي اذا كان في اضطراب او خلل بيرجع لعوامل كانت ممكن تكون قبل الحمل او اثناء الحمل او بعد الحمل. فنحن الفكره الاولى لحل اي مشكله مثل ما بيحكي اينشتاين انه نعرف وين هي المشكله لنقدر نحط لها خطط، هاي الخطط تكون جديده، تكون مواكبه هاي الحضاره، تكون مواكبه التطور والتكنولوجيا لحتى نقدر نحن نتفادى المشكله اللي نحن موجودين فيها. هو اضطراب ممكن يؤدي لتشتت انتباه، وهذا الصفة الأولى لأي طفل عنده، أو صفة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة وأي طفل عنده مشاكل سلوكية إنه هو ما بيكون متواصل معنا بصرياً وبيكون عنده تشتت انتباه. كثير بيكون في حكي إنه شو خص فترة الحمل بالمشاكل ممكن يتعرض لها الطفل لاحقاً، عم بتقولي في قبل فترة الحمل وخلال أثناء أو ما بعدها، فخلينا نوضح شوي هي المرحلة، شو هي التأثيرات يمكن اللي ممكن تصير؟ تمام، هو الموضوع مختصين فيه أطباء أكثر من الاستشاريين، لكن نحن كألمان من الأطباء بنحكي بعد إذنهم طبعاً، إنه أحياناً الأم بتكون مو كل الأمهات المدخنين أو اللي بيأرقلوا أو اللي بيسهروا كثير هن جسمهم بيقدر يتقبل إنه ينمج جنين بطريقة صحيحة، مقابل إنه في كثير أمهات ممكن يكونوا مدمنين على الأرجيل أو التدخين وبيخلق أطفالهم سليمين بدون أي إشراف طبي. هي الفكرة حسب طبيعة جسد الأم، هذا الجسد بالأصل هو داعم، هو قدران يساهم لهذا الطفل بالفيتامينات الكاملة بالحياة الجنينية اللي موضوعة جوا بشكل طبيعي. هون الطبيب هو اللي بيقرر عن طريق فيتامينات طبعا وإشراف طبي وتصوير، وواصل في أكثر من حركة تكنولوجية عم بتأثبت أو عم بتبين إن هذا الطفل إذا كان عم بيعاني من مشكلات واضطراب من قبل ما يولد. بالولادة أحياناً طفل بيتعرض لنقص أكسجين، هذا كتير بيأثر على هذا كتير بيأثر على الاضطراب اللي بيصير بالجهاز العصبي، أو للأسف بعد عمر معين بيصير الطفل بيعاني من اختلاج. حتى الاختلاج الحراري اللي بيكون سببه نقص أكسجي أو أسباب أخرى ممكن كمان بتأدي للطفل لعدم التركيز، رغم أنه هو طفل طبيعي وطفل متواجد معنا، لكن بسن معين بعمر معين تعرض لاختلاج حراري فصار عنده سبب من الأسباب يلي إلى علاقة بالمشكلات السلوكية. بعد الحملة بيجي غير البيئة والبيئة الحاضنة اللي لها تأثير كتير كبير من مشاكل أسرية ممكن من لكن السبب الأساسي أنه هو بيكون بعد الحمل في اضطراب هرموني أو اضطراب غذائي أو اضطراب بشكل منهجي جسم الطفل ما كان كافي لحتى يعطوه هذا الدواء أو شو بيتعرض لأشياء تانية طبية. هو بالنهاية بعد إذن الدكاترة الموضوع طبي أبدا ما اختصاصا، لكن حلو لما نعرف احنا بيكون عندها اطلاع بكل حالة. وهم بدي أسألك سترنا أنه قديت تهتمي يمكن بالأسباب يلي أدت لحتى نحن نتعامل مع حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن الإلمام بهي الحالات بيعطيكم يمكن أول خطوة للعلاج أو حتى الحل. أكيد نحن أي طفل بده يجي على المركز فشي في أول شيء آلية عمل هي دراسة حالة، اسمها دراسة حالة، فنحن بنشوف شو الشيء اللي تعرضت له الأم قبل الحمل وأثناء الحمل وأثناء الولادة، كمان في مشاكل بتصير أثناء الولادة هي بتأثر على دماغ الطفل، مثلا عسر الولادة، نقص الأكسجين مثل ما تفضلت الدكتورة، بيعتاز الولد لحاضنة لأكسجين، فهذا الشيء كله بيأثر مع الأيام على الدماغ والتفكير والتركيز والانتباه عند الطفل. رينا من خلال عملك ومجالك الأطفال اللي عم تشوفيهم عم يكون في حالات مميزة بالمجتمع وعم نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرينا اليوم شو هي الحالات اللي عم تشوفيهم وكيف انتم قادرين عم تدعموهم أكثر لتطوروا هاي الحالة المميزة؟ تمام، عم بيكون عندهم صدقا حالات أو قدرات خارقة
خارقة، في أطفال كتير مميزين، هي بس الفكرة نحن نعرف بالفطرة موهبتهم وين ونشتغل على موهبتهم، لأنه كل طفل بجينيات وفي موهبة في حال كان من ذوي الاحتياجات أو طفل طبيعي. مجرد ما عرفنا هاي الموهبة أو هاي الفطرة بموهبته وين، في أطفال عم بتكون موهبتها مايلة أكثر للقسم العلمي اللي هو له علاقة بالرياضيات والشطرنج والتكنولوجيا، وعن جد عم بيطلعوا وعم يبدعوا وعم بيحفظوا بطرائق مدهشة، عم بيعلمونا في ذوي احتياجات، نحن بنتعلم منهم، بنتعلم من الأشياء المختلفة عنينا كيف هني بقدموها، هني بالنهاية ناس مختلفين أذكياء، لكن نحن بدنا نعرف وين ذكائهم لنقدر نصيغ هاي المعلومات ويكون في تقارب فكري بيننا وبينهم. وفي أطفال تانيين بدنا وقت وبدنا دراسة حالي واستبيان وخطة فردية ومعالجة فردية وآنية بشكل يومي وبشكل أسبوعي وبشكل شهري، لحتى نحن نقدر المشكلة بتكون فينا مش فيهم، نحن مو قدرانين بعدنا نوصل للفكر للأفكار اللي هي بدماغهم، هني أفكارهم كتير عالي، هني قدرة تركيزهم للأشياء اللي إلها علاقة بالوعي غير الجمعي كتير أعلى مننا، عشان هيك عم بيكون في هذا الاختلاف بيننا وبينهم أو بينهم وبين الأطفال. هني بالنهاية أطفال إذا اشتغلنا عليهم بالمناهج المتطورة، خصوصا منهج مونتسوري أثبت جدارته بأنه دكتورة ماريا مونتسوري من 150 سنة يوم ما فاتت على مصحة وعالجت الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وصلت الأطفال للتاسع بالبرامج اللي عملتها وضاهوا فيهم الأطفال العاديين. فيوم كان في موقف بينه وبين وزير التربية عم بقلها أنه أطفالك اللي عندهم مشاكل أو كانوا للأسف باسم تخلف عقلي، ونحن صرنا نرفض هاي الألفاظ المتنمرة، لا هدول أطفال معافين، هي عم بقول أنه الأطفال هدول كان عندهم مشاكل سلوكية وضاهيتي فيهم أطفالنا، فكيف؟ قالت لهم أنا المتفاجئة أنه إذا أطفال اللي عندهم مشاكل ضاهوا أطفالكم، لكان أطفالكم لازم يكونوا عباقرة إذا مشيتوا معهم بأساليب بطرق بأدوات بوسائل إلى علاقة بتشغيل قسمي الدماغ عن طريق اليد، وقالت إنه اليد هو مفتاح العمل، كتير حلو، مفتاح العقل، كتير حلو. اليوم لما بنحكي عن هاي القدرات الخارقة والجبارة يلي أكيد ما فينا نطلعها ولا ننميها ولا نكتشفها بدون ما نحن أكيد نشتغل عليها، قديش بتشوفي فعلا هاي القدرات موجودة؟ خلينا إذا في موجود بعض الأمثلة نحكي عن يمكن الإبداع بمجالات معينة عند هدول الأطفال. هلأ عنا بالمركز بحكي لك عن حالات نحن حطينا لها خطط عمل يعني تقريبا 6 شهور لحتى هو ينهي خطة العمل والأهداف المطلوبة منه، فنحن فعلا تفاجأنا أنه تقريبا بشهرين ونص ل3 شهور هو أنجز هاي المهام اللي عنده وخلص خطة العمل تبعيته وصار دامج فئة الأكاديمي. يعني هذا الشيء يعني كمان مانو سهل أبدا، فهذا نشغل معه كمان على خطة عمل حديثة ونشغل معه على برامج حديثة وسائل ملموسة قدرت هي تساعده لحتى يطالع الشيء اللي هو كامن عنده. هو فعلا مثل ما تفضلت الدكتورة هن مو أطفال ذوي احتياجات خاصة أو هن ذوي إعاقة، هن عندهم طاقة هائلة لكن هن بحاجة لتلاقي مفتاح الطفل اللي أنت تشتغلي عليه وتنمي هاي المهارات والقدرات اللي عنده. وهنا قد لازم تكون علاقة حلوة بين المدرب والطفل، أكيد العلاقة لازم تكون كبيرة وثقة يعني سلسي جدا. طيب رينا نحن هلأ صرنا بشهر الأعياد، متعودين دائما عليكم مع الاطفال ذوي الاحتياجات بانشطه متواجدين بالشارع، ان كان بشجره ان كان بزينه، هدول القصص الكثير تفاصيل صغيره نحن يعني ككبار بتفرحنا من قلوبنا وقت نشوف هدول القصص. يعني اليوم شو عم تحضروا ضمن شهر الميلاد؟ كل عام وانتم بخير، وكل عام والشعب السوري وكل العالم بألف خير. كان عندنا عيد البربارة من يومين فعملنا طقوس البربارة واغاني ما البربارة. اي أيوة والله ما سلكنا القمح وحطينا الزينة، وهذا الشيء كثير بفرح الاطفال، كثير بفرح حتى الاهالي، بس تشوف اطفالها مستمتعين بهاي الاشياء. تمام اشتغلوا معنا تمام. وحاليا اليوم بكره عندنا مشروع الزينة، بنبلش نزين الحيطان والجدران والابواب بشيء له علاقه ببمبا مانويل وبابا نويل وماما نويل، لحتى ومنلبس ماما نويل حلقة كبير وشعرات حلوين مشان البنات يفرح يحسوا انه هي في مثل ما في بابا نويل في ماما نويل في كاركتر معين، في بهجة في فرحة في بسمة بتزرعيها بهذا
بهذا الوقت يلي هو عم يمرق مع الأطفال، وبنصير بنشتغل قص ولصق لحتى ننمي العضلات الدقيقة، بنكون نحن عم نكسب فكرة فنية جميلة، لكن الطفل عم بيساهم فيها. أنا بحكي إنه الأطفال ما بتقدر تكمل العمل الفني كامل، لكن هي مجرد ما مسكت مقص حطت لاصق، هي حطت ممكن ألماس بطريقة معينة أو زينة بطريقة معينة، وصلت لها الفكرة وقدرت تنمي مهاراتها. إذا كان في موهبة عندها بتقدر تنميها ونكتشفها عند الطفل، وبتنمي العضلات الدقيقة الكبرى كتير، وبتنمي العضلات الصغيرة، وبتساعد على التآزر البصري الحركي، وبنعمل جو من البهجة والبسمين مع الأطفال نحن وياهم، وبنعيط بنفس الوقت، وبنعيط بنزع هدايا. بدنا نشكركم كثير على وجودكم معنا لليوم، واكيد لكل هذا العمل الانساني والجبار. خلينا نقول كل التحيه للاهالي، وتحيه لكل الاشخاص اللي بيشتغلوا بمراكز التاهيل. شكرا كثير لوجودكم. شكرا كثير لوجودكم. شكرا لكم، ويعطيكم الف عافيه. هيك ناطرينكم بفعاليات حلوه ونتائج حلوه، ان كان للمؤتمر وان كان بانشطه ثانيه. شكرا كثير لكم، نورتوا صباحنا. يا هلا.